دكتور انجام، نحن اليوم عشية انتهاء ولاية الرئيس جنرال عون. بعد كم ساعة؟ ايه بكره نقلت بيترك القصر وبفل. شو عرفك؟ بيترك وراه اول شيء شو عرفك انه رح يترك القصر بكره؟ هلا هيك هو بيقول لا رح يترك القصر. شو بعرفك؟ ما بتعرف. يمكن يصير ظروف أمنية تمنعه يترك القصر، يمكن يغير فكره. ايه يمكن التيار الوطني الحر يمنعه انه يترك القصر بكره الاحد يعني. يمكن عم بقول يمكن يعني كانك عم تقول لي خلينا ننطر بكره الاحد نشوف شو رح يصير بالشارع. اكيد اكيد لانه بلبنان بين تكه وتكه بيتغير كل المشهد السياسي. اكيد اليوم باخر ساعات الرئيس شو بدك تقول له؟ لانه خلال العهد ما قصرت، يعني خلال العهد ما قصرت تقوس على موقع الرئاسة وعلى الرئيس شخصيا. وعلى انا ما بحياتي قوصت على موقع الرئاسة، انا بنتقد موقع الرئاسة. وبعدين انا ما بالنسبة لهم هيدا انتقاد ممنوع. لا كمان اخر همي هن شو بفكروا. ما بعرف مين هن، بس انه اخر همي انا ضميري مرتاح وانا انسان محترم وبحترم الناس، بس هيدا شيء ما بيمنعني انه انتقد الناس، وانتقادي للناس بيعطيهم الحق انه كمان ينتقدوني، بس بحدود التهذيب وبحدود اللياقة. فانا ولا مرة قللت تهذيب او قللت لياقة على شخص الرئيس. اوكي شو بدك تقول له اليوم لفخامة الرئيس قبل ما يغادر يمكن القصر، وشو رح يذكر التاريخ من هيدا العهد؟ اول شيء اللي رح قله اياه واللي قلت له اياه بالماضي، انا مجتمع معه شي مرتين ثلاثة، منهم مرة بباريس او مره يمكن بلاهوت ميزون، وبلبنان مره قبل ما فتحوا شاشه الاو تي في اجتمعنا معه. يعني كله قبل ما يصير الرئيس، قبل ما يصير. ايه بدي اقول لك انه اخر همه لميشيل عون شو بفكر زياد نجيم وشو بيقول زياد نجيم، هاي وحده بس ليفهموا الناس، تما يفكروا انه هو رح يحربس هلا ويفكر. ثاني شيء اللي بدي اقول لهم اياه ولهيدا شيء كل الناس بيعرفوه، اخر همه الناس كمان شو بيقولوا عنه، وهيدا خطا، لانه ما بيغير شيء بحياه ميشيل عون اذا ما اهتم شو بيقول عنه زياد نجيم، بس بيغير كثير بحياه ميشيل عون وبتاريخ ميشيل عون اذا في قسم كبير من الشعب اللبناني منه راضي على اللي عمله. طب ما في قسم كبير راضي على اللي عمله. ايه بس انت رئيس بس انت رئيس لجمهوريه لبنان مش رئيس للتيار الوطني الحر. هلا بترجع رئيس بعد كم ساعة للتيار الوطني الحر إذا حبيت تترأس التيار، بس أنت رئيس الشعب اللبناني وأنت عملت عهد للشعب اللبناني المتمثل بالشيء اللي قلته بمجلس النيابة لما انتخبوك، يعني اللي بنسميه نحن خطاب القسم يلي تعهدت فيه بكتير إشياء واللي ما حققت شيء منه.